في هذا الفيديو رح نستكمل كيف هو أو كيف السيمبل لينير ريجريشن بيجيب قيمة واي. أول شيء بدنا ناخذ بالاعتبار إنه هو بيحاول كذا محاولة في توقع اللاين. إذا بنلاحظ الإكس الجديد هاي اللي ظهرت مع الخط الأسود الجديد هو أحد محاولات رسمه لللاين أو أحد توقعات اللاين اللي هو بيتوقعها. مثلا على فرض المثل أو على سبيل المثال قلنا أن الإكس هاي هي عبارة عن قيمة الراتب الموظف اللي مثلا بيكون قيمته 100,000 دولار بعد خبرة شي 10 سنين، والخط الأسود اللي تحت هذا بيخبرنا بالقيمة تاعته وعلمنا مثلا نقول نشوف هلا القيمة الخضراء، بنشوف القيمة الخضراء هي القيمة مين الفعلية بتاعته. بالتالي هون الإكس الحمراء هي القيمة الفعلية والخضراء اللي توقعها الموديل، تمام؟ والخط ما بينهم هو الفرق ما بين اللي هو اللي بياخده واللي المفروض ياخده كموديل. هلا عملية الفيتنج اللي حتحصل اللي احنا هنمر عليها هلا بالكودينج، عملية الفيتنج اللي بتحصل على كذا لاين، تمام؟ كذا خط، يعني مثل الخطوط هاي اللي هو فرضها، تمام؟ في معادلة السبمشن اللي هو حيشتغل عليها، هو بيروح بيجيب أقل واحد فيهم وبيحتسبه كحتساب وبيبني عليه توقع الواي. بالتالي إحنا مثل ما اتفقنا الماشين ليرنينج ألغوريثمز تستخدم لهي تبني موديل، الموديل هذا قادر إنه يساعدني إني أتوقع مبيعات مثلا، أتوقع سالري، أتوقع معدل طلبة، أتوقع إلى آخره، فهو بيساعدني إنه أنا أبني توقع. هلا السيمبل لينير ريجريشن بشكل مبسط جدا هاي الطريقة اللي بيشتغل عليها، بتوقع بناء على اللاين اللي هو بيرسمه وبيشوف أنسب لاين أو أفضل لاين وفق المعادلة التالية. بالتالي وفق هاي المعادلة بيعمل حساب لإلهم، بيحسب مثلا الواي ناقص واي اللي توقعها، تمام؟ وبيجيب لهم التربيع وبعد كده بيجيب لهم السبمشن تبعهم وبيشوف أقل واحد فيهم وبيعتمدها هي عبارة عن الواي اللي بتوقعها أو اللاين اللي هو بده يرسمه. هلا هاي الطريقة بنسميها ordering list sequence methods كطريقة أو هذا بشكل عام شرحه كنظري وكرياضيات، لكن فعليا إحنا ما حنقوم بهاي الخطوات حساباتيا بإيدنا، وإنما حنستخدم libraries وclasses جاهزين، اللهم إحنا هنستدعيهم ونطبقهم على الداتا تبعتنا بعد ما إحنا طبعا نكون عالجناها، ويصير هو يحسب لحاله ويطلع لي هو لحاله من خلال الفتنج اللي هنمر عليها ونشوفها ويحسب لي قديش بيطلع النتيجة. لهون احنا وضحنا شو طريقة عمل او كيف بيحسب او كيف بيشتغل السيمبل لينير ريجريشن، او قدرنا نحط في مخيلتنا الرسمة بشكل عام بدرس علاقة مين مع مين بيحاول يحسب او يوصل لأي قيمة. في الفيديو الجاي رح نكمل السيمبل لينير ريجريشن ولكن بكتابة الكود.